لا لا زاد طلاب الخيرات دي لازم نحسب عليها في الجامعة بالضبط، هنتابع مع بعض مادة الدروس الأحمدية. بالتالي بعنوان نماذج النقل، مشكلة نماذج النقل إن أنا عايز أخفض التكاليف بتاعة المصنع، المصنع بينتج السلع بينقلها لي المعرض اللي بيبيع فيه أو بيبيعها للمحل أو بيبيعها للعميل في بيته. نقل البضاعة أو الوحدة من المصنع للعميل بتكلفني فلوس، فأنا عايز أخفض تكلفة النقل. عندنا طريقة واحدة هنستخدمها اللي هي ليس كوست أدجستمنت اللي هي السي إم، طريقة الأقل. نموذج النقل عبارة عن مصفوفة، المصفوفة دي لها صفوف ولا أعمدة. صفوف المصفوفة بتحدد لي اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 بتحدد لي المصانع اللي هي بتديني السبلاي البضاعة المعروضة. الأعمدة دي 1 دي 2 دي 3 بتديني العملاء اللي هي بيدوني الطلب. السي هي تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأولاني للعميل الأولاني سي 1 1، سي 1 2 تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأولاني للعميل الثاني وكذا، سي 3 2 تكلفة نقل الوحدة من المصنع الثالث للعميل الثاني. الإكسات هي عدد الوحدات الواجب نقلها من كل مصنع ليه كل عميل. اي واحد هي مجموع جمع حصل جمع اكس 1 1 زائد اكس 1 2 زائد اكس 1 3 دي 101، اكس 2 1 زائد اكس 2 2 زائد اكس 2 3 دي 102. ده اجمالي العرض بتاع المصنع الاول، ده اجمالي العرض بتاع المصنع الثاني، اجمالي العرض بتاع المصنع الثالث، اجمالي العرض بتاع المصنع الرابع. لو جمعتهم بالطول هيبقى بي 1 هي اجمالي الطلب بتاع العميل الاول، بي 2 اجمالي الطلب بتاع العميل الثاني، بي 3 اجمالي الطلب بتاع العميل الثالث. بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 لازم تساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زائد اي 4. لو عندي المثال دوت حققته في صورة دي مصفوفة التكلفة كده، اجمالي عرض المصنع الاول 400، المصنع الثاني 600، اجمالي عرض المصنع الثالث 200، الطلب بتاع العميل الاولاني 200، 700 للعميل الثاني، 300 للعميل الثالث، اجمع 2 200 و700 300 1200 400 600 200 1200 يبقى كده في توازن. ال 120 دي تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأول للعميل الأول، تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأول للعميل الثاني 150، للعميل الثاني من المصنع الثالث للعميل الثالث 100. طبعا هدور على أصغر تكلفة هنا ممكنة اللي هي ال 20، أقارن ما بين العرض بتاعها والطلب، المعروض منها 200 وحدة، المطلوب منها 700، فطبعا هختار الصغير يبقى هاخد ال 200. لو خدت هنا ال 200 يبقى المصنع ده قفل، بضاعته كلها خلصت، الرصيد بتاعه صفر. بس العميل ده مش راضي لأن هو كان عايز 700 ففضل له 500. انا هعدل الطلب بتاعه واخليه 500 بعد ما كان 700، وادور له على 500 وحده من مكان تاني. هدور على اصغر تكلفه تاليه اللي هتبقى ال 40، العرض بتاعها 400 الطلب ب 300، هاخد الصغير يبقى العميل ده بقى ساتسفايد، يبقى هقفل الخليه للعميل ده ويبقى لي 100، وهكذا لحد لما اوصل ل 100 البضاعه بالشكل دوت. يبقى المصنع الاولاني يبعت 100 وحده للعميل الاول، يبعت 300 وحده للعميل الثاني، المصنع الثاني يبعت 100 وحده للعميل الاول، يبعت 500 وحده للعميل الثاني، المصنع الثالث يدي 200 وحده للعميل رقم 2. لو جمعت اجمالي الطلبات هتلاقي العميل الاولاني خد ال 200 وحده بتوعه، العميل الثاني خد 700 وحده بتوعه، العميل الثالث خد 600. اجمالي العروض في المصانع ال 400 وحده تم توزيعهم، ال 600 وحده تم توزيعهم، ال 200 وحده تم توزيعهم. طبعا عدد الوحدات في تكلفه نقل الوحده لكل خليه يديني اجمالي التكلفه. ده بتاع الاكسل، حاول تعمله قدامك وخلي الشاشه قدامك وانت بتعمله وشوف النتائج هتطلع مظبوطه زي ما انا قلتها لك ولا